أهلا وسهلا بكم، يوم جديد وتكريم جديد في كندا الجميلة. تمت دعوتي لحفل تكريمي مميز من قبل البرلمان الكندي، وهذا التكريم بعنوان Community Hero. PAX West Community Hero Award. So congratulations. That is something I will want to do annually. But also, because of today, we are here to recognize some outstanding folks who have made a difference. Athletic champions, business mentors, public servants, really people from all walks of life. What unites everyone is the passion that everybody has for the world and to make it a better place. And that's so important. Up next, we have Anis Jawad. Anis is an artist, originally from Iraq, sorry. Anis has created pieces for the community and helps kids learn to express themselves in her work. للنجاح فرحة مميزة. تم اختياري وتكريمي بهذا الوسام والشهادة التقديرية، وحبيت أشارككم هذه الفرحة. هذا التكريم كان للناس الناجحة والمميزة في مجال عملها، واللي أنا تميزت به هو عملي مع الأطفال وتشجيعهم للتعبير عن نفسهم من خلال الرسم. فهذه النتيجة، إنه ينادوني بدعوة رسمية وإقامة هذا الحفل في مكان جدا جميل. هذا المكان اسمه نادي اليخوت. اللي زاد سعادتي وجود والدتي يمي، وجود والدتي وتشوف بعينها شقد الناس محترمة وحبابة وتقدر الناس اللي تبذل جهود بعملها وتكون صادقة بتعاملها، فكانت الفرحة فرحتين. أتمنى شعور تكريم من الولاية موجودة. ألف الحمد لله. أنا على طول أدعينا توصل لأعلى المراتب، درجة درجة إلى أن توصل أعلى المراتب بإذن الله. سبت الكل منورتنا. أهنيك يا قلبي يا ماما. هذه الأجواء وهذا التكريم وهذا الوسام. شعور جميل لما تتكرم وانت غريب، لما تشوف اكو ناس تقدر جهودك وتقدر تعبك وتقدر إخلاصك. شكرا لكندا وشكرا لسعادة الوزيرة.